اول شيء اوجه رساله الى الكادر التدريبي المحترم واللاعبين الابطال. اعتقد قدمنا مباراه محترمه جدا وكانت النتيجه ايجابيه جدا 1-0. ان شاء الله نكلل هذا الفوز بفوز ثاني، وكنا امل وكنا فرحه نفرح مع الكادر التدريبي واللاعبين في تحقيق فوز. انا كمدرب متفائل، خصوصا الاجواء مثاليه، اداء تصاعدي، اللاعبين خرجوا من الضغوطات السابقه. ان شاء الله نقدم مباراه ممتازه جدا، وان شاء الله الفوز. رسالتي الى اللاعبين والكادر ان شاء الله ككوادر تدريبيه وكلاعبين نادي الصناعه، كلنا نقف مع المنتخب العراقي في تحقيق نتيجه ايجابيه وتحقيق الفوز ان شاء الله. كابتن، البعض يرصد مبالغ مكافات للفريق الخصم من اجل عرقله اللي صدرتكم اليوم كمدربين كشارع رياضي العراق. ما يحتاج المنتخب العراقي، اعتقد الرساله واضحه جدا للاعبين، والعامل النفسي مهم جدا للاعبين، وشفنا الحافز خصوصا اللاعب العراقي دائما بالمهمات الصعبه مميز، مو له دافع المادي، الدافع هو حب البلد، هو هذا يكفي ان شاء الله المنتخب العراقي ان شاء الله. مثل ما فرحونا بالمباراة السابقة، أنا أتمنى الحافز والدافع المعنوي وكل كبير عند اللاعبين، هذا راح يساعدنا بالمباراة. كنا محتاجين هذا التغيير بصراحة، صار تغيير إيجابي على أساس أنه مدرب محلي يعرف اللاعبين، يعرف إمكانياتهم، يعني يقدر يوصل اللي بداخلهم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا إن شاء الله ونخطف بطاقة الملحق يا رب. اليوم فريق الاماراتي يضع مبالغ ماليه للمنتخب السوري من اجل الفوز على المنتخب العراقي، رسالتكم وردكم كلاعبين كنجوم سابقين لمنتخبات الوطن. يعني انا اتصور هذا مساله طبيعيه انه راح تكون المنافسه شريفه او غير شريفه باعتبار انه هاي مباريات كاس عالم يعني. فاحنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه هم لا يتاثرون بهذا الكلام. احنا عندنا خلفيه بصراحه ويا هاي الامور، يعني تتذكر مباراه قطر السابقه هي تصفيات كاس عالم، كانت مباراه مهمه صار بها هواي لغط. نتمنى انه نتخلص من هاي الامور، من هاي الضغوطات النفسيه، ويبقى تركيزنا بداخل الملعب، ولنا علاقه احنا علينا بنفسنا.